تعتبر حديقة الأسماك أحد أقدم المسطحات الخضراء في قلب العاصمة، ومساحتها 9 أفدنة ونصف، وتم إنشاؤها في عهد الخديوي إسماعيل عام 1867، وذلك لاستقبال ملوك وأمراء أوروبا أثناء افتتاح قناة السويس. ظلت حديقة الأسماك تابعة للعائلة الخديوية حتى عام 1902، وقد افتتحت للجمهور لأول مرة في ذلك العام. Thank you.
مكونات الحديقة الجبلاية، وقد تم إنشاؤها على هيئة خياشيم سمكة وبالمنظر آلاف من مادة الأستروميل، وهي خليط من مواد خام مصرية وهي الرمل الأحمر والطين. وتمت عملية البناء تحت إشراف مدير متنزهات باريس في ذلك الحين وهو ميسيو ألفاندو، وقد تم بناؤها على شكل كهوف وممرات مزودة بأحواض لعرض أسماك البيئة المصرية النيلية وأسماك الزينة من البيئات الأخرى، وأيضا لعرض محنطات الأحياء المائية. جميع الأحواض مزودة بفتحات علوية التهوية والإضاءة، ويعلو الجبلاية قبو ولها 8 سلالم حجرية للصعود للدور الثاني وسطح القبو.
ملعب الطفل، وبه بعض ألعاب الأطفال للتسلية والترفيه. وسط الحديقة تقع البحيرة، وهي تحت أعمال الصيانة والترميم، وجاري تزويدها بمواتير ونافورتين وإعادة تشغيلها في عرض أسماك الكوي بألوانه الجميلة يعلوها كبر خشبي أثري. المعمل البحثي التطبيقي، معمل الأسماك، ويحتوي على وحدات لتربية وتفريخ الأسماك وأحواض لعرض أسماك الزينة المختلفة. يتم تفريخ وتربية أسماك الزينة مثل الفانتيل والكوي، بالإضافة للسمك البلطي النيلي وأسماك مبروك الحشائش. يتم عرض عدة أنواع من أسماك الزينة المختلفة داخل المعمل مثل الكواي والفانتيل والمولي واللوبي. الحديقة تحتوي على العديد من الأشجار المعمرة والنادرة، الشجيرات والمساحات الخضراء. تعتبر حديقة الأسماك قبلة لراغب إقامة العديد من الأنشطة الاجتماعية الإيجابية، المعارض والحفلات والتصوير التذكاري للخطوبة والأفراح، بالإضافة للتصوير التلفزيوني والسينمائي للعديد من البرامج والمسلسلات والأفلام الرومانسية، نظراً لمكانتها التاريخية وارتباطها بأفلام العندليب عبد الحليم حافظ والكثير من عمالقة الفن والسينما كأحمد مظهر وأحمد رمزي وفاتن حمامة.
شم النسيم في بيتك مع تحيات وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.